هاي، هل تدل بإصبعك علي؟ شاهد هذا، 12 إيماءة جسدية من شأنها أن تقلل من جاذبيتك. قبل اقتنائنا الملابس الجميلة لإبهار الآخرين بكثير من الوقت، وقبل ابتكارنا التواصل اللفظي لإقناع الناس بأن يعجبوا بنا، عرفنا ما يسمى بلغة الجسد. هذا المرسال غير اللفظي والغريزي ما زال العامل الأساسي الذي يؤثر على نظرة الآخرين إلينا. إليك إذن دليلاً سريعاً لبعض الحركات الجسدية التي ينبغي أن تتجنبها إذا أردت إثارة إعجاب الناس، ومن بعده سنقدم لك بعضاً من النصائح كي تتعلم ترك انطباع جيد في الآخر عند اللقاء الأول. نبدأ الآن بالعد التنازلي من الرقم 12، الإمساك بذراعك وراء ظهرك. عندما تمسك بمعصمك أو بساعدك خلف ظهرك، ترسل إشارة شديدة السلبية لمن حولك. قد يعود ذلك إلى أننا نقف بهذه الطريقة عندما نكون في مزاج متقلب أو عندما نشعر بالاستياء. وكلما ارتفعت مسكتك لذراعك خلف ظهرك، كلما بدوت غاضباً أكثر للناس. 11. الكاحلان المتقاطعان. يشير الوقوف بكاحلين متقاطعين وأنت تتكلم إلى أنك لا تصدق أقوالك، وإذا وضعت يديك في جيبك أراهن على أن أحداً لن يأخذك على محمل الجد. إن إخفاء يديك داخل جيبك له الكثير من المعاني، لهذا السبب من الضروري ترجمة لغة الجسد برؤية عامة، لكن في الكثير من الحالات يضع الناس أيديهم في جيوبهم عندما يشعرون بالتوتر. 10. شبك الأصابع. تعتبر وضعية شبك الأصابع على الطاولة نسخة مصغرة لشبك الذراعين على الصدر، ولكن للحركتين الدلالة نفسها. أنا منغلق على نفسي ولا أريد التحدث إليك، ليست رسالة لطيفة تريد إرسالها إلى الآخرين، أليس كذلك؟ 9. وضع المرفقين على الطاولة مع شبك الأصابع. لطالما كررت أمي على مسمعي أنزل مرفقيك عن الطاولة، وقد أصابت في قولها. الجلوس بأصابع مشبوكة ويدين فوق الطاولة تعديل للحركة السابقة، لكن كن حذرا، هذه الحركة أسوأ من سالفتها، فكلما رفعت ذراعيك أكثر أخفيت نفسك خلفهما. 8. الوقوف بترهل. هذه الوقفة السيئة لا تؤذي صحتك فحسب، بل تترك انطباعا عنك بأنك تشعر بالعجز وانعدام الثقة في النفس والبؤس في حياتك. الأمر سيان بالنسبة لجر القدمين، حافظ على ظهرك مستقيما وانظر أمامك وارفع قدميك من على الأرض عند المشي. هذه النصائح ستحسن من مظهرك حتى أكثر من أي بدلة جديدة أو فستان جذاب. 7. الابتسام بتكلف. يبدو أن معظم الناس يلجؤون للابتسامة بشفاه منغلقة في حياتهم اليومية، ربما تحمل نوايا حسنة ولعلك تريد جعل الناس يشعرون بالارتياح معك، لذا تقرر الابتسام، لكن إذا لم تكن نابعة من القلب ستظهر ابتسامتك مصطنعة، وسينظر الناس لهذه الابتسامة بشفاه مرصوصة على أنها دليل سخرية وغرور من قبلك. 6. مد اليد محاولا الوصول للشخص الذي تتحدث إليه. خيار سيء خصوصا إذا كنت تحمل مسدسا. لا يلاحظ كثيرون هذه الإيماءة، لكن تيقظ إذا اعتدت القيام بها. الجلوس على الطاولة والتحدث إلى شخص ما ويدك موجهة نحوه قد يرسل رسالة مزعجة إليه، فهذه الإيماءة تعني أنك تريد من شريكك في الحوار التوقف عن الكلام. بالطبع لا تنطبق هذه القاعدة على المواقف التي تريد فيها الإمساك بيد ذلك الشخص. أوه لطيف. 5. اليدان على الوركين. عادة ما نقوم بهذه الحركة لأننا ببساطة لا ندري أين نضع أيدينا، لكن تبقى هذه الوقفة مرهبة لمخاطبك. إن الوقفة بيدين على الوركين قد تعني حسنا، ماذا تريد إخباري؟ لن أوافقك الرأي على أي حال. نعم، هذه ليست بالرسالة اللطيفة للترحيب بأي كان. 4. إصبع الإبهام لرحلات الأوتوستوب. كلنا رأينا هذه الحركة في الأفلام، لكن إذا لم ترفع حقا إبهامك لطلب توصيله، وهو أمر خطير ننصحك بتجنبه، لا توجه إبهامك خلفك عند التحدث إلى شخص ما،
قد تنم هذه الحركة في الكثير من الأحيان عن عدم الاحترام، وقد تجعلك تبدو متغطرساً وغير مبال. 3. جمع قبضتيك. جمع اليدين يدل على غضب وخوف تريد إخفاءهما، وكلما ارتفعت قبضتك أكثر دل ذلك على توتر أكبر. قد تبدو وكأنك تريد لكم شخص ما على وجهه، أو أنك على استعداد للدفاع عن نفسك. سواء قصدت ذلك أم لا، هذه هي الرسالة التي ستصل للناس منك. لهذا السبب يتم إبرام عدد أقل من العقود مع أشخاص يتبنون هذه الطريقة للوقوف أو الجلوس أثناء مفاوضات العمل. 2. تغطية الفم باليد. لا يجدر بك تغطية فمك بيدك وأنت في صدد التحدث إلى شخص ما، وإلا ظن بأنك تخفي شيئا ما عنه، كما أننا نلمس أفواهنا عن غير وعي عندما نكذب، وكثيرون على علم بهذا. وعندما تغطي فمك أيضا من الصعب فهم ما تريد قوله، وهذا مزعج للجميع. 1. الهز بإصبعك في وجه شخص ما. عادة ما نستعمل هذه الحركة عندما نود حقا إقناع شخص ما بوجهة نظرنا حول مسألة معينة، ولكن تبين أن تأثير هذه الإماءة عكسي، فالأغلبية من الناس لا تريد التعرض للتوبيخ وكأنها أطفال الصغار. 3. كما وعدناك، إليك بعض المؤشرات التي ستساعدك على ترك انطباع جيد لدى كل شخص تتحدث إليه. ابتسم بصدق، لا تجبر نفسك على الابتسام أو تتصنعه. يمكن أن نتحسس الابتسامة المتكلفة، لذا إذا أردت أن تبرز ابتسامة حقيقية، تذكر لحظة سعيدة في حياتك ستجعلك تبتسم كلما فكرت فيها. إن البشاشة معدية، وكلنا في قرارة أنفسنا نريد أن نصاب بهذه العدوى. عندما تبتسم بصدق، سيرغب الجميع بالتقرب منك. التواصل البصري هو المفتاح. التواصل البصري هو ربما أهم جزء في فن التواصل، إذ يدل على أنك تحترم مخاطبك بما يكفي لإيلائه الاهتمام الذي يستحقه. لكن هناك حل وسط عندما يتعلق الأمر بزمن التواصل المراد إبقاؤه. إذا جعلته قليلا جدا فستبدو فظا، لكن إذا حدقت في الآخر بشدة فسيشعر بعدم الارتياح، أو قد يعتقد بأنك تحاول بدء مسابقة في التحديق ضده. إذا كنت تنوي الإبقاء على الكثير من التواصل البصري، أو ببساطة تريد تجنبه، حاول أن تلهي نظرك بشيء ما من حين إلى آخر، كتفصيل في ثيابك أو مكون في سلطتك، لكن لا تفرط في التململ وإلا بدوت قليل الأدب. إمالة الرأس. وأنت تتحدث إلى الآخر، ميل رأسك قليلا إلى جانب واحد. من وجهة نظر علم تطور الإنسان، تشير هذه الحركة إلى الضعف، لأنها تظهر الشريان السباتي في أجسامنا، وبشكل أساسي نسقط بهذه الطريقة دفاعاتنا، فلا تبدو علينا نية في القتال. واليوم لا يزال لدينا هذا الشعور الغريزي بأنه عندما يظهر لنا إنسان نقطة ضعفه فهو لن يشكل تهديدا لنا، ونحن نميل للتحدث إلى شخص ما أكثر عندما لا نخاف منه. كما أن إمالة الرأس تجعلك تبدو أكثر لطفا وودية، ويبين ذلك للشخص الذي تتحدث إليه بأنك مهتم بحديثكما، ويدل على تركيزك عليه، ومن منا لا يريد أن يصبح محط اهتمام الآخر. استعمل حاجبيك. قد ترسل حركة سريعة من حاجبيك واحدة من الإشارات غير اللفظية التي تستعملها عن وعي أو لا شعوريا لإظهار لطفك. ارفعهما عندما يتفوه محادثك بقول مثير للدهشة، وأنزلهما عندما يتحدث عن أمر يزعجه. باختصار، استعمل حاجبيك لتبدي اهتماما بما تسمعه. قلد الشخص الذي تتحدث إليه. جرت دراسات كثيرة رائعة في علم النفس حول هذا الموضوع، ونختصرها بما يلي: نحن نقلد الأشخاص الذين يعجبوننا، ونحن نعجب بالأشخاص الذين يقلدوننا. هذا التقليد اللاشعوري يجعلنا نعتقد بأنه لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع شخص ما، ما يمكننا بأن نصبح أصدقاء معه، لكن تأكد من القيام بذلك بشكل غير ملحوظ. إذا جاءت محاولاتك لتقليد شخص أنت بصدد التحدث إليه ملحوظة جدا، سيعتقد حتما أنك وبكل بساطة شخص غريب الأطوار من دون أدنى شك.
هل تذكر مشهد التقليد بين لوسي وهاربو في حلقة قديمة من I Love Lucy؟ حسناً، لا تقم بالمثل. في نهاية المطاف ستلاحظ أن كل هذه النقاط تشير إلى الخلاصة نفسها. حافظ على وضعية جسدك منفتحة لكي تظهر اهتمامك بمخاطبك. إذا اتبعت هذه النصيحة فسينجذب الناس إليك، كما أنك ستلاحظ أيضاً تحليك بثقة كبيرة في النفس، لأن الطريقة التي نتصرف بها تؤثر على ما نشعر به. هل تولي اهتماماً كبيراً للغة الجسد؟ هل بإمكانك قراءتها وفهمها؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات أدنى. شارك هذا الفيديو مع معارفك الذين يعانون من مشاكل في التواصل غير اللفظي، سيشعرون بالتأكيد بالامتنان لك. وإذا استمتعت بمشاهدة هذا الفيديو اضغط زر الإعجاب، ولمواكبة جميع فيديوهاتنا الجديدة اشترك في قناتنا وانضم إلينا على الجانب المشرق من الحياة.